بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في الموضوع مباشرة، وهو الموضوع المتصل بالبنوك، وأحب يعني أديك فكرة يمكن كلكم تعرفوها، إن أي بنك مهما يضع لنفسه من اسم، سمى نفسه شركة عقارية، سمى نفسه شركة مساهمة، سمى نفسه أي اسم، فهو أساسا يقوم على المعاملات الربوية، بمعنى أنه يقرض الناس بفائدة، وتودع الأموال فيه بفائدة، هذا هو الأصل، يعني يعطي بفوائد ويأخذ بفوائد، يعني هو مثل المنشار، سالع ياكل نازل ياكل، مفيش بيت يثبت التكلفة إلا البنوك التي كانت عملت، أو البنك الذي كان عمل في مصر، وبعدين ألغي، البنك الذي ينفع الآن في دبي، ونرجو أن يوفق الله القائمين به ويثبتهم وأن يسلك الطريق إلى نهايته. ويبدو ان الامر بالنسبة له مشجع، خصوصا ان بعض الحكومات دخلت فيه مشتركة باسهم كثيرة، هذا موضوع البنك. يمكن الاستاذ عيسى عبده وبيتكلم عن مسألة البنوك، ومالك بن نبي برضه بيتكلم عن نسبة البنوك، بنشعر ان هي في الاصل كانت عبارة عن ترابيزة كده، مثل طاولة مثل الطاولة اللي انا قاعد عليها دي، الراجل اللي عنده استعداد ان ياخذ اموال من الناس يحفظها لهم، وان يعطي الناس اموال في سبيل رهونات يأخذها منهم، كل الراجل يقعد على الطاولة هذه ويتعامل مع الناس ببساطة. يمكن تشوف صورة مثل هذه في قرى الريف وفي البلاد التي ليس فيها تقدم، تجد في هناك واحد مرابي، المرابي ده فاتح داره أو فاتح بيته أو عنده بستان، بيجلس فيه ومعلق له شوية ذهب أو أي حاجة عنده، بتروح أنت تقول له اديني 50 يقول لك على 120، يعني تاخد مثلا الدينار فترد الدينار مثلا دينار و200 سنه، هتاخد إذا كان ده لمدة سنة ولا سنتين يقدره ترده لي دينار و400 سنه إلى آخره. لو انت بتاخد منه مال وبعدين انت ناوي ترده له بسرعه، في الغالب ما بيرضى يعطيك الا اذا كان نوع من المجامله. لما انت تضع اموالك عنده علشان يحافظ لك عليها، احيانا يقول لك طيب انا هديك على المال ده مثلا بشرط يبقى عندي سنه، او معطيك على الدينار 100 ألف آخر السنه،
تقولي زي بعض انا رقيق قام تنسى عندك احسن ما تكون ابنها السفيد ده. بدأت العملية بهذا الشكل ثم تطورت حتى وصلت الى البنوك القائمة الان. البنوك القائمة الان ليست اكثر من هذه العملية. هي جمع الاموال من الاخرين واستجنبه في سبيل اعطاء الناس فائدة معينة عن المدة اللي بيبقى فيها المال في البنك. ولما تحن تتقترب بيعطيك القرض بفائدة اكثر. وكل ما القرض امتد به الزمن كلما زادت الاموال المقدسة عليه. يمكن تعرفين ان بعض البلاد الشيعية التي ادانت بعض البلاد العربية كانت تفاوض طويل وكبير من اجل سداد الدين من اجل سداد فوائد الدين. الدين نفسه مش مشكلة لكن اصبحت الفوائد هي المشكلة. وكلما دخل الدين بتزداد الفوائد فصارت المسألة معقدة الى حد كبير. هذه الصورة صورة جمع الاموال ووضعها في البنوك. وبعدين البنك يعطي من وضع مبلغ معين ويعطي من ياخذ منه القرض يعطيه المال في سبيل انه ياخذ فائده اكبر من الفائده اللي بيطلعها. يعني انت لما تضع المال يعطيك مثلا 3% 4%، لكن لما تقول والله اعطيني 1000 جنيه على السنة لمدة يوم واحد بمجرد ما توقع فقط يمكن المال ما طلعت من البنك تتحسب عليك ب7%. اذا هذا المنصار عيد مال مخزون من رفاح. اثنين انه لا يعطي الناس الا باخذ فوائد منه. ثلاثة انه يغري ذوي الاموال بان يضعوا اموالهم عنده. فاذا وضعوها قال لهم انا اعطيكم كذا. يمكن واحد يقول لي والله موجودة بنوك بتعطي 15%، واحنا عندنا في بلادنا ناس بياخدوا يسحبوا الاموال بتاعتهم يطلعوها بره تشتغل ب15% ويقترضون من البنوك الخارجية ب7%. فيبقى فرق ما بين 7 و15 يبقى هي كسب كام؟ 8%. يقول لك هذا في البنوك الرئيسية الكبيرة. لابد تدرك تماما ان اي بنك لما بيزود فائدة الايداع يعني فائدة وضع الاموال عنده لابد تدرك دائما انه بيستغل هذه الاموال بحيث ان لو ما كانش هيكسب منها 50% مش ممكن هيجيب 15%. اذا في عملية في النهاية بتسمى عملية التركيز النهائي
يعني ايه؟ المخزن الكبير والعالم بما ان اليهود هم اصل هذا البلاء، والله تعالى اخبر انهم اخذوا الربا وقد نهوا عنه واكلوا اموال الناس بالباطل، فبيوت المال الكبرى في زمنه هذا بايدي اليهود. ولذلك كثيرا ما قلنا ان اموال البترول والاموال العربيه والاسلاميه التي خرجت واوضعت في البنوك ولم تستثمر داخل البلاد الاسلاميه هي التي يصنع من ريعها القنابل والمدافع التي تقتل ابناءنا في ديارنا. يعني اليهود بياخذوا اموالنا تصنع بها القنابل، تصنع بها المدافع والدبابات، ويجوا يقتلوننا بها. وهذا كلام كلنا يجب ان نعلمه، وقد اشار اليه السيد الوزير عبد الرحمن العفيفي في محاضره الجامعة. فالمسألة إذن بالنسبة للبنك، لما يجيني واحد يقول لي تعالى يا سيدنا الشيخ أنا معاك بأن لما البنك يعطي بفائدة يبقى حرام، لكن لما البنك يعطيني فائدة يبقى ليس حرام. لغاية الآن أنا مش عارف أتكلم، يعني كيف ارتضى أي عالم أن ينطق بهذه الفرية؟ بيقول لك كلام عجيب في هذا الموضوع. ايه هو؟ يقول لك يا سيدي البنك للدولة. طب يفرض ان مش للدولة وكامل الافراد، طب ما كثير من البنوك ليست للدولة ولافراد معينين. قال لك برضو زي بعض، واحد بيقول لي تعالى حط مالك عندي، وانا حديث مكافأة مقابل وضع مالك عندي، هديك مكافأة على كده. مكافأة ايه؟ المكافأة دي عبارة عن 5%، 7%، 10% دي بقى. فأنا معاملتي للبنك ليست هي القرض، القرض الذي جرى فائدة. انت مش بتقول الربا هو قرض جرى فائدة؟ لا، ما بنقولش كده. ليه؟ لأن حضرتك عبيد وحضرتك مش فاهم الإسلام وحضرتك مقرر. أنا قلت إن الربا أنواع كثيرة، وقد قال العلماء كل عقد باطل يأتي منه مالا فهذا المال حرام ويسمى ربا. فأي عقد باطل في البيع، في الإجارة، في الشركة، في الهبة، العقد ما دام باطل يبقى المال الذي يؤخذ نتيجة العقد الباطل لا يحل، وبناء عليه يسمى ربا. وهذا قدر مشترك عند الفقهاء، لأن مال حرام هو الربا بيشترك مع الآخر في إيه؟ مش كأنه حرام أو ده حرام وده حرام.
والله يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طيب قال لك اسمع بقى، يبقى احنا لما قال ان ده قرض، ان الربا لا يأتي الا من طريق القرض والسلطة، ان انا غلطان اللي بيبدل ذهب بذهب، لما زود ذهب عن ذهب قلنا له دينك ذهب. ليه؟ ليه ذهب الدين؟ لانك وقعت في الربا. ولما حصل التبديل في اعطى الذهب الان والذهب الثاني اخره الى جلسة اخرى، ثم له وقعت في الربا. واحنا عرفنا الكلام ده في الدرسين الماضيين. اذن هذه انواع من الربا، هل هي دخل في قرض جر نفسه، دخل في السلطة دي اهي من السلطة، اما لما تستفيد بالرهن الذي عندك مقابل انك سمعت واحد قرشين يبقى ربا. ثم سيأتي باب الصرف وفيه ربا، باب السلم وفيه ربا. يبقى الربا ليس نوعا واحدا، وكله يسمى ربا. ومع ذلك تعالى يا سيدنا الحريصة، انا قلت معاك خطوة خطوة، حضرتك بتقول ايه؟ قال انا بدل بيت فلوس وما قلت نوت الجيني فايدة. اما انا قلت له ايه؟ قال كسبت تركت الورقة على بياض. طب هو بيقول لك في الورقة ترغب في الفائدة ام لا ترغب؟ فلو انك حتى تركتها بتبقى معناها انك ترغب. طب ما تكتب لا ارغب، ما تقول انا مدخل حساب جاري مثلا، يعني مين يبدا فلوسك هنا ورافض الفائده وانت عارف هتيجي فايده؟ هو هيقول لك متشكر لو ما انتش هتاخد الفايده، هو عاوز اموال تدخل عنده بس. طيب يبقى نمرة واحد انك راغب في الفائدة. نمرة اثنين، حضرتك بتقول ان هذه المعاملة لا تسمى قرضا لان البنك ما قالليش هات فلوسك عندي لان غير محتاج ليا. والجواب على هذا ان هذا كذب افتراء. ليه؟ لأن البنوك لو لم تجد من يضع الأموال فيه لأغلقت أبوابها على طول هتقفلها، فهي بتعمل دعاية وتحببك. ولما المسألة تنزل شوية تبتدي أحيانا بعض الحكومات تجبر الساعة إنها تقتطع جزءا من مرتبات الموظفين من اجل ايداعها ووضعها في البنوك، لان عن طريقها هتقدر تقوم باوضاع معينه او مشاريع معينه. وتقول لك هنديك فايده كذا في الميه. اذا هذه البنوك بنائها الطبيعي انها تاخذ الاموال. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، المال لما انت وضعت مالك في البنك وانا رحت اقول لهم ادوني 1000 دينار قالوا لي ب 7% او 10%. السبعة والعشرة دي يعني اللي حاطتها مني البنك خدها باسم مين؟ ما هو انت لما وضعت المال في البنك سواء كمؤسس او مودع مالك ده هو اللي انا باخده وبيحسبه علي بالربا. يبقى حضرتك اذا كان الله في الربا لعن الكاتب ولعن الشاهدين والآكل والمؤكل،
طب ما انت الاكل ايه وفي نفس الوقت انت تعتبر اكثر من الكاتب ومن الشاهدين، لان انت مالك بهذا السفر هو الذي استثمر في الربا، وهذه المؤسسة اصلا مؤسسة محرمة بكل اصلها وفصلها، يعني البنوك من اساسها لا تتفق مع الشرع في قليل ولا كثير بالصورة التي هي عليها الآن، لأنها صورة غلط. تبقى حضرتك بك لما وضعت مالك في البنك زي ما بتقول وضعت مالك هذا، أولا أنت خدت عني فايدة، ثانيا ان مالك هو اللي طلع اللي جاب الفوائد من الاخرين واشتغل في هذه المؤسسة، ثالثا احنا كلنا بنشجع البنوك على عملها الفاسد وعلى حربها للدين بهذا العمل. ولو ان الاسلاميين بعدوا واستطاعوا ان يثيروها ضد البنوك كانت غيرت من اتجاهها وكانت حسنت من اوضاعها وتنزلت الى الوضع الصحيح الذي يستفيد منه المسلمون. ودي مشكله، وهم اللي بيعملوا بنك اسلامي دلوقتي ما عندهمش مشكله، هي محموله، لكن الطريقه اللي احنا فيها دي طريقه استغلال جشعه يا بشع. وانت كمان، هل انا لما بضع البنك للبنك بيقول لي الشيخ حريته ان ده ما هو الشر، امال ايه؟ قال هذا يسمى ايداع. ايداع يعني ايه؟ يعني مالي وديعه عند البنك. يبقى لما قلنا الاول قال انا ما قلت ليش الدين، وربنا عليه قلنا ان انت رضيت بالاخذ، يبقى انت قلت الدين بدون ما بتقول بالمثال. ونفس اعطائك فيه مع الموقع على اخذ المبلغ يبقى خلاص معناه، لان دي صوره البنك. فكلمه ما قلتليش الدين كده، انا عايز احط كلمه بعدها، قال لك افرض ان الدولة بتقول اللي يعمل كذا راح اديله 10 جنيه، اللي يحط قرشين في البنك هنديله 100 دينار مثلا، يعني يبقى انا مالي، ما هي الدولة بتشجعني والبنك بنك الدولة وخلاص، يبقى الدولة لها تعطيني ما تشاء. وهذا كلام الصين ومصر في بعض المجلات. الجواب عليه أمر صاحب أنه ليس، لا يوجد شيء اسمه ملك الدولة، بمعنى لا يوجد شيء اسمه ملك للحاكم الذي يحكم الشعب إلا ملكية الخاصة. يعني معناه إيه؟ الأموال الموجودة تحت يد الحاكم هي أموال الشعب، والارض ارض الشعب، والماء ماء الشعب، والمرافق مرافق الشعب، والحاكم انسان يستاجره الشعب ليقوم على مصالح الشعب. بعيد الجماعه الديمقراطيين يقول لك باسم الشعب، ولما يحب يزودوها ناس بيقول لك لا للشعب، ولما يزودوها اوس الدجل يقول لك ومن الشعب. يعني ايه؟ الحاكم جاء من الشعب ليعمل باسم الشعب من اجل الشعب، وطبعا الحاكم لا الشعب جابه ولا يعرف ولا يعرف ابوه، ولو كان يلعنه كل يوم مليون مره هيلعنه كما هو شان كثير من الحكام. ده المسألة. إذن هذا كلام دجل ما يدخلش علينا احنا،
اذا المال المسلمين والحاكم امين، فليجوز للحاكم انه يعاوث العمل في مال المسلمين بالربا؟ لا يا سيدي، لان اذا كان الربا حرام فهو حرام على الحاكم والمحكوم، والحاكم يتعامل كما امره الاسلام. غير كده ما فيش. وانا ذكرت لكم صورا مرت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الامير واحد يقول ما هي الدوله اللي بتديني؟ يقول لك الدوله ما بتديش من جبهه، هذا مال الشعب من رفاع، ومال الشعب محكوم بدين الله، فلا بد ان احكام الشرع توافق عليه، واحكام الشرع لا توافق على هذا النوع لانه في جوهره وحقيقته ربا. يبقى دي خلصين منه نفس خطوه. لما حل النية زي ما قلت لكم المره الاولى بيقول ده انا عملت هذا ليس فرضا. قال الاولى الصبح الاولى قال الدوله بتديني فضل المال، ان انا لو الدولة دفت حرام انا يحل. طب افرض ان الدولة مثلا، اديك مثلا، قول حاكم الدولة او ظالم الدولة وراح داخل كده على طول على جمعية من جمعيات التعاونية وكتب كل الاموال اللي فيها، ليه؟ قال انا مزاجي كده، انا بامن من الجمعيه دي، عملت حاجه؟ لا ما عملتش. طيب تعالى يا شعب نعمل ايه؟ خد كل الاموال بكلها، هل يحل للشعب ان يقتلها؟ والسؤال في وضوح، اذا كان الحاكم لصا او ظالما فاخذ اموالا الناس ظلما، هل يحل للآخرين أن يستكموا الأموال التي أخذت ظلما وهم يعلمون ذلك ويقولوا إن الحاكم هو الذي أعطاني؟ هل يحل؟ لا يحل إطلاقا، بل الكل شركاء في الجريمة. تجد بس من أوضاع وضع الأوضاع فهم سليم. هيقول لك اني هقول لك المره دي انا ما وضعتش المال قرض، امال ايه؟ قال لك المال ده وديعه. وديعه يعني ايه؟ يعني محطوط كامانه عند البنك، والبنك بيقول اللي يحط عندي وديعه انا بذكره وديه على الميه كذا. قال لي اسمع بقى، انت لما وضعت عنده الوديعة معناها الأمانة، والوديعة في الشرع لو أنا وضعت عندك أمانة، افرض أنا معايا 10,000 دينار، قلت لك اتفضل خد دول عندك، في الشرع لا يجوز حتى إنك تبدلهم، التبديل نفسه لا يجوز، بل تظل الوديعة محفوظة كما هي. وأنت إن تعديت على الوديعة كنت ظالما، وإن لم تتعد وديعة نص فسرقها فلا شيء عليك. وده رأي أكثر الفقهاء. الوديعة لها أحكام، وهي عقد من العقود، فهل أموالك حين توضع في البنك لا يمسها البنك ولا يقربها؟ ثم هل العبرة باللفظ ولا العبرة بالحقائق؟ يعني يعجبني ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين في باب اسمه باب الحيل، يعني واحد مثلا أدلسه واحد عجبته عجب أو لا عجبته ولا عجب، وبعدين قال لها اسمه عجبته مثلا كده خوذة كلوية كويسة. طب وماله؟ انت عارف دلوقتي هي اللي بتقول له مثلا تمشي. قال لها ده انا عندي شقة مفروشة حلوة مثلا، رونو انت بتضايق فايز
انت عارف ليه انا في الدايس كام؟ بعدين قال لها بقى شوفي اصل بقى برضو الزنا حرام وربنا ما بيرضاهوش. تعرفت ايه اللي وهبتها في نفسي؟ قولي اي حاجه. قولي دوستها في نفسي. قولي اي حاجه. فقالت لك اجر وجدك متلبسين. وجدت ايه؟ انا قلت كذا. وهو قال هي وهبت نفسها ليه. هل هذا الكلام يحول الزنا الى عمل حلال وتبقى دي جلسة؟ ولا هذا النوع من التحايل الباطل لانه فاقد كل اصول العقل؟ اولا ما فيش شهود، وعدم الشهود يبطل العقل. ثانيا الجريمه كلها معروفه ماشيه ازاي في السريه. ثالثا قد تكون هذه المراه اللي هو بيقول عليها متجوزه. رابعا هو لم يتحمل بالنسبه لها اي نقطه ولم يتكلم في اي مهر، والموضوع متابعه وسر الى اخره، فما فيش ابدا اي عنصر من عناصر العقد الشرعي موجوده. يبقى دي الصوره عايزين يلبسوها للشرع والشرع يأتاها. اذا التلبيسه غلط، فلما تيجي حضرتك تقول ان ابني وديعه اقول لك ليس فيها اي شرط من شروط الودائع. الوديعه يمكن ان بتحطها انت في خزانه البنك وتاخد مفتاحها ومفتاح اخر مع البنك، هي دي اللي تسمى وديعه حقيقه. ولذلك لا يمسها البنك الا اذا فتحت انت وخدت منها، ممكن هو يشترك معاك. طيب قال لك لا يا سيدي انا اتعامل مع البنك بطريق المضاربه. المضاربه دي ايه الاخرى؟ عشان نشوف الكلام اللي بيقال. قال لك بقى سوق مش حضرتك تعلم ان الشرع فيه شركه اسمها شركه المضاربه؟ الشرع اقرها واباحها والصحابه تعاملوا بها، بل حصل تعامل بها في ايام الرسول عليه الصلاه والسلام ومن الرسول نفسه. قالت عظيم، ايه هي المضاربه؟ ان انا يبقى معايا مثلا 100 دينار، انت لا معك ولا فلس، اقول لك يا فلان خد ال 100 دينار دي واطلع على صبر في الخضر وهات من هناك اشتري بها خضر وفواكه وهات لك سياره ومر على البيوت. بس دي فكره اي حد يعملها لان احنا ناويين ننفذها ان شاء الله. مر على البيوت في الوقت اللي فيه رجاله، خد من كل واحد اول الشهر ايه المطلوب منه، عايز قد ايه من المسمك، عايز قد ايه من البرتوك، عايز قد ايه من البرتوك، عايز قد ايه من الباميه الملوخيه، الحاجات دي كلها وتكتبها. البيت الثاني البيت الثالث على طول عندك 20 بيت، تاخد السياره وتطلع تجيب كل الحاجات دي تشتريها بالجمله وتبيعها برخيص وتاخد فايده قليله جدا، ارخص حتى من اللي بيتباع في البيت. تروح كده تدخلها البيت، توصيل البيت وبنفس الوقت تلقي على طول في اسبوع واحد تكون خدت البيانات وجبت الفاكهه والخضر ووزعتها على الناس. هتطلع ال 100 دينار على الاقل لا يطلعوا لك في الاسبوع الواحد بتاع 150 دينار. خليها 130، يبقى على طول تلقي نفسك ماشي مظبوط او تبقى عارف. لو عندك انت 300 دينار بالشكل ده يبقى الاسبوع الواحد ب 90 دينار، اضرب ال 90 في 4 حاجه تبقى ممتازه جدا. فرض ان هذا انا قلت لك كده، انت انا قلت لك روح اشتغل في المال ده والربح كام؟ قلت لك انت نصيبك في الربح نص الربح،
وانا ليا نصف الربع. ده معناه لو انا قلت له نصيبك 5% يبقى العقد باطل باجماع العلماء. امال ايه؟ اقول له نصيبك كما قلت نسبة من الربح، فان كسب يشاركني في المكسب ياخد النصف، وان ما جاش ربح ثالث ما ياخدش ولا ثالث، وان خسر ورأس المال نقص ينقص على حسابي انا. ادي معنى المجاربة، تركة المجاربة. وفيها لها شروط معينة بنتفق على الاشياء اللي يشتريها ويبيعها، وان ما يتجرش في المادة الفلانية ولا المادة الفلانية الى اخره. نيجي للبنك، هل البنك بيستعمل مجاربة؟ قال لك ازاي؟ انا بديله فلوسي وهو بيشتغل فيها. اقول له بيشتغل فيها ايه؟ عمل تجاري ولا غير تجاري؟ يقول له بيطلعها فوائد ربوية. اقول له اذا انت ساهمت في الجريمة. في نمرة واحد. ثانيا، لو فرض ان البنك بيشتغل في عمل تجاري مثل بعض الجمعيات التعاونية، لكن قال لك انت مكتبك الحديث 7% أو 10%، هل هذه تسمى مجاربة؟ لا، نحن عرفنا المجاربة. انا بقول له نص نص الربح، يبقى ان جه ربح خد نصه، وان ما جاش ربح بخدش، وان خسر رأس المال يبقى فوق دماغي انا. لكن افتراضيا بتختلف كل الاختلاف عن المجاربة، لأن أنا بعت مبلغ معين بيترتب على المبلغ معين إني ناخد فوائد معينة، تبقى دي مجاربة؟ قال لك برضه ما تنفعش مجاربة. أمال نسميها إيه؟ قال لك نسميها في حتة جديدة طالعة. إيه تسميها إيه؟ قال لك نسميه عقدا جديدا لم يكن موجودا في حياة الرسول ولا حياة الصحابة، والعقود الجديدة اختلف فيها العلماء. فبعضهم قال المعاملات الجديدة لا تقبل، يجب تكون موافقة للمعاملات اللي كانت موجودة في أيام الرسول والصحابة، وبعضهم قال لا يا جدع، ما دام العقد، اسمع الكلام كله، ما دام العقد لا يصطدم بمنع من موانع الشرع، يعني لا يصطدم بامر محرم، يبقى اي عقد مسكين. واحنا عندنا عقود كثيره دلوقتي وشركات بانواع كثيره طلعت وبيمسوها الاسلاميون. قال لك انا معاك في كده، انا حواسب ان العقد الجديد ما دام لا يصطدم مع الشرع موافق عليه، لكن العقد اللي بينك وبين البنك ده يصطدم او لا يصطدم. ودي الغلطه اللي غلطها الشيخ علي الخفيف، هو والشيخ عبد الجليل عيسى، لما اتكلموا قالوا ان عقد البنك ليس عقد مضاربه وليس عقد قرض. وبعدين من غفلتهم الله يغفر لهم، وقفوا عند كده بدل ما زي اللي قال فويل للمصلين وسكت. طيب ما تمسوها للاخر، هو ليس عقد مضاربه صحيح وليس عقد قرض صحيح، لكن هل هو عقد حلال؟ اذا كان عبد العظيم اذا كان المنذري واذا كان الترمذي بيقول اجمع اهل العلم، اجمع اهل العلم ممن نكتب عنه ان من اعطى ماله مشاركه
على ان ياخذ نسبه، على ان ياخذ دراهم معينه، يعني 10%، ان ياخذ 10% سواء كسب او ما كسبش، فان هذا الشرط يبطل الشركه. طب هم بيننا بين البنك كده، احنا بناخد 5%، 7%، 10% سواء كسب البنك او ما كسبش. ولذلك الناس بتقول انت فلوسك مضمونه ومرتاح قوي، مالك بيهمك ايه؟ دي على طول. يبقى اذا كلمه ان عقد لم يكن له مثيل، احنا بنوافق ان عقد ليس له مثيل، لكن لم يستحق. الامر الاول ان فيه شرط ان انا باخد نسبه محدده وده ممنوع شرعا. الشرط الثاني، الغلطه الثانيه، ان مالك يستعمل في الربا بعد كده وده ايضا ممنوع شرعا. يبقى انا بساعد على الجريمه. طيب الحته الاولى دي انا عايز تفهموها شويه، ليه الشرع واحنا عدم دراستنا للشرع متخلينا؟ انا عارف ان سلام الملابي اثبت كاني بتكلم الغاز، ولذلك كتيرين منكم مضحكين بشكل عجيب، مضحكين. انا بتكلم بسهوله، يعني بوضح الامور ببساطه جدا. قلنا ايه؟ قلنا اذا كان ده فرد، اللي قالوا ان مش فرد امالهم ولو برد يبقى في غلط في ربا، اللي قالوا ان هو مضاربه انما لا انه الشركه لان الربا محدد والمضاربه مش كده، اللي قالوا ان عقد الجيب انما بس اصطدم بالشرع. طيب في قاعدة، احنا لما قلنا ان انا لما اديت لي الدينار واقول لك على المية دي عشر عشر دنانير في النقاط، انا ماليش دخل تكسب ما تكسبش يبقى انت حر. يبقى العقد ده صحيح ولا باطل؟ يبقى صحيح ولا باطل؟ باطل. ايوه كده. لكن لما العقد الصحيح يقول لك المكسب اللي يجي لك من المية انا راح اخد منه نصه او اخد منه 25% او اقصد منه مثلا ثلث، يبقى ده كلام معقول. وجه مثلا احنا بنقسمه ان راس مكسب يبقى انت ما بتاخدش، ان خسر راس المال يبقى فوق دماغي انا. كويس. ليه كلمة اقول لك تدير 10% من راس المال ليه ممنوعة شرعا؟ قال لك دي هي المخاطرة، هي دي اللي موجودة في الثمار، دي اللي موجودة في الميسر، ما هي مجازفة. انت تديه هو يديك 10%، فبفرض انه ما كسبش خالص، يبقى يجيبهم لك منين العشرة؟ يقطع ملابسه، يقطع جلده، راجل فقير. افرض ما كسبش الا العشرة، انت خدتهم، يبقى راع عليه جهد عمله، يبقى الشرع بيرعى رحمة البصر. من هنا ولذلك لو حضرتك عندك قطعة أرض، خد بالك معايا، قطعة أرض، قلت لواحد خد ازرع الأرض دي، واللي ينقص منها بيني وبينك بالنص، بس أنا رحاكب، أنا رحاكب جزء من الأرض اللي في الجهة الغربية، ده أنا رحاكب فوق العملية. والباقي يبقى بيني وبينك مناصفة، أو الباقي أنا آخد الثلث وأنت تاخد الثلثين، يبقى في جزء معين أنا حددت آخده. يقول العلماء لك هذا العقد باطل. قال ليه؟ قال ما يمكن الجزء ده هو اللي يجيب زرع بس والباقي ما يجيبش، يبقى أنت تاخد نتيجة جهد صاحبك وهو يطلع من المولد بدون
ايه ما عندكش امك خالص؟ لبنت امك هي دي عايزه كلام؟ هتلاقوا غلطانين ما عندكش السيد البدا بتاعنا هي اللي عندها ام في السير. طيب كده هذه الصورة غلط طائفان في شركة الأرض أو في شركة مواسي أو في شركة مالية تجارية أي نوع من الشركة التحديد ده غلط وبيبطل العقد. وأي شركة فيها بند يصطدم بالشرع أي عقد جديد فيه بند يصطدم بالشرع بيبقى العقد ده باطل والمال المتحصن منه ربا. وبناء عليه تصبح البنوك على اي وجه العقد فيها باطل بهذا الشكل وتؤخذ الفائده منه لا تحل ابدا، بل اقولها بصراحه واضحه فهم من هذا ان الذي يدع ماله في البنك شريك في الذنب ويحمل الوزر والاسم ولا يعذر الا ان كانت هناك ضروره، بان كان ماله كثير ولا يجد موضعا يحفظ فيه ماله سوى البنك وهو مضطر ان يجعل ماله في الحساب الجاري لانه لا يستطيع ان يضعه في خزانه، مثل التاجر اللي كل يوم بيطلع كيس 12 كتاب و20 كيس وكذلك بيرد يدخل البنك وياخد منه، هذا انسان في حساب الجاري بيشتغل على طول. لكن ان ما عنده مال من هذا النوع جاري باستمرار يستطيع ان يضع ماله في خزانه البنك ان امكنه ذلك. يبقى احنا عارفين ان اصلا البنك لا يجوز وضع المال فيه كما قلت لك الا لهذه الضروره. وعلي واحد من مال في البنك يروح يسحبه ويحط في الخزانه ويدفع عليه ايجار 6 دنانير كل سنه. لا موجود. قلت الخزانات لا مثل النوع. هنا ما انت رحت بنك من نوع فيه. انما انا اعرف ان بنك الكويت هو اللي فيه هذا. انت رحت الشرق الاوسط بقى روح الشرق الاقصى بعد كده. يمكن تلقيها. اذا لم تجد خلاص برضه نبقى بنقول تبقى معذور. طيب نخش على البنك نفسه بقى. نظرية البنك ونظرية ورأي القرآن او رأي الاسلام في عملية المال. لما نيجي ننظر لها في حقيقتها نجد ان الاسلام يرفض إقامة البنوك بهذا الشكل، يرفضه رفضا كاملا. ويرى الإسلام أن إقامة البنوك بهذا الشكل يتناسى مع الإنسانية ويتناسى مع الرحمة ويتناسى مع تعمير الأرض ويتناسى مع الهدف من المال. تعالوا شويه. البنوك مخازن لكنز المال. اظن محدش بيصف. هذه المخازن بتشتغل. الاغنياء يضعون فيها اموالهم والفقراء ياخذون منها بالربا. فالغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. اذا عملية البنوك بهذا الشكل هي تحصين من انسان فقير. وبما ان السرية تسقط فقيرة فالبنوك بوضعها هذا حرب على هذه الصعود وتحكم لها. وكما يقول ادم سميث وغيره ان جميع البلايا الاقتصاديه والازمات الماليه البنوك لها اصل
أقوم كثيرة في هذه البلايا وفي هذه المسائل. في جناحنا الثاني شفت ان اصل خروج المال وادخاره بهذا الشكل ممنوع في الاسلام. ممنوع ليه؟ ليه كده؟ قال لهم تفكرون يا سادة احنا بنتكلم في الزكاة لما يقول لك اللي عنده دراهم ودنانير بيخرج منها نص العشر، واللي عنده بكر بيخرج منه نصيب، غنم بيخرج نصيب، زرع بيخرج منه نصيب. لو انت عندك 100,000 دينار وتبني عمارة وادخلت 100,000 دينار في العمارة، يقول لك معلش حد، ده انا ببني 100,000 دينار، يقول لك معلش حد. ليه؟ لأن مالك وضع في عمارة والعمارة تيسره الناس، إذا المال تتحول لفائدة المجتمع. حضرتك عندك مال، عندك مليون دينار، وبس إن الفلوس محتاج إلى مصنع من ورق عشان يجمع الكمامة والزبالة ويطلع منها ورق من كتاب، فرحت أقرت المصنع وضعت نص مليون في المصنع. الإسلام راح بيقول لك سكر هتاخد ثواب على كده، ده أنا حولت نص مليون أو مليون إلى مصنع. أيوة المصنع ده في بناء المصنع هيشتغل عمال، وبعدين في إدارة المصنع هيحتاج إلى عمال وموظفين، وبعدين إنتاج المصنع هيعود على الأمة. وهذا هو المطلوب، ان الاموال تتحول الى وسائل انتاج لمصالح الشعب. فعندما تيجي تحول المال الى وسيله انتاج لمصالح الشعب، الاسلام يقول لك انا ما باخدش منك دلوقتي، اما انت تاخد. قالك لما المصنع يطلع اموال وتدخلها ويمر عليها سنه اقول لك اديني بقى الزكاه. الله فبفرض ان اللي طلع من المصنع عملت به مصنع، يقول لك ما فيش زكاة، واللي طلع من المصنع عملت به مصنع برضه ما فيش زكاة، وممكن يبقى عندك 100 مليون دينار ولا عليك زكاة. بالشكل ده كل ما بتطلعه بتحوله الى انفاق. وعلى كده لو اي حضرتك عملت كده مش هنجد واحد عاطف، مش هنجد انسان محتاج، مش هنجدنا محتاجين الى سلعة من السلع، مش هنجدنا السلع بنستورد سل صغيرة وكبيرة، مش هنجدنا السلع صحتين. هتبنى الامة بالشكل ده، تبنى الامة. اذا الاسلام يحارب كيد المال، لكن لما تحول المال الى عمل تعميري بيساعدك، بيقول لك معلش هذا الا ما ياتي بقى من الانتاج والدخر، هو ده اللي يبتدي ياخد منك الزكاة فيه. عظيم، هذا يجب يكون واضح، واضح جدا. لما الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده 4 دنانير وهو مريض مرض موته، شغل بها وقال اخرج ال4 دنانير، وبعدين ابن علي لما اساق قال اخرجوه، وبعدين قال لهم اخرجوه، قالوا لا لانهم شغل به. قال كيف يلقى محمد ربه وعنده 4 دنانير؟ بعديا جنب هذا وارد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في الاسواق، يعني الثمار مثل البر والشعير، كان له ارض بخيبر، فكان ياتي منها بالثمار ويدخر لزوجاته واهل بيته قوت سنة. فمن الزرع يدخر قوت سنة، ومن الدنانير يحرم على نفسه ان تبيت الدنانير ليلة. اذا الدنانير له وضع يختلف عن الزرع،
الزرع مهما ادخر إلا أن يؤكل وإلا أن يفسد. أما الديار والزرع مهما ادخر تنعاله لبط من يأكله فهو منفعة. أما الديار إذا ادخر تنعاله مستعد لضرة حرم نفعة. حرم منفعة الدينار. لما نيجي نسوي الأموال في البنوك معناها أما الفقراء يستغلون الأغنياء بالاحتكار ويستغلون الأغنياء بزيادة السلع ويستغلون الأغنياء في الاستيراد والتصدير ويستغلهم الأغنياء في كل شيء لأن البنك في إيد الفلوس وإنت يا ولداه الكام دينار اللي بتقبضهم حكموا عليك بأنك تخلصهم في شراء الأشياء الضرورية بتحكم فيه. إذا هو نوع من الاستعباد للبصر حتى بعضهم بيسمي تحكم رأس المال في الإنسان اللي ده نوع من العبودية مثل الإنسان اللي كان بيشتري العبيد وبيحط الزمان. وألف الآن كل الدول الحكام فيها يبيعون الصعب ويسترون لأنهم بيتحكموا فيه من الناحية الاقتصادية تماما. تحكم كامل. مسألة أظن تتضح شوية شوية. لما نيجي بقى هذا التحكم في قسوة الإنسان على الإنسان مين؟ قال لك اسمع ما فيش حاجة إنك أنت تقدر الدراهم والدنانير تقدرها وتاخد على الدرهم درهمين وعلى الدينار دينار ونصف مثلا. بس متأجر الدينار في حاجة متأجر الدار تأجر قطعة الأرض تأجر الدابة تأجر نفسك لكن تأجر الدينار عشان يجيب لك دينارين دي هذا وضع غير طبيعي في البشرية. الدينار للسرة والتبادل وليس لأجل أن تؤجره. ثم حين تؤجر الدينار بتستغل الطبقة الشعبية العقيدة الإسلامية بتاعتنا مبناها على الأخوة والأخوة في الإسلام مبناها على الرحمة ووضع البنوك يتفق مع أوضاع اليهود ولا يتفق مع الأخوة ولا يتفق مع الرحمة وهو وضع البنوك استغلال الإنسان للإنسان وهذا مبدأ يحاربه الإسلام من أوله إلى آخره. البنوك بهذا الشكل. ومن هنا أقدر أقول لكم تعالوا معنا إلى القرآن في نظرة جميلة في لمحة حلوة فيه. إيه؟ قال لك هات أي آية فيها ربا أي آية ذكر فيها الربا فجد إما قبلها وإما بعدها وإما معها حد على الصدقة. يعني ربنا يجيب آيات الصدقات والإنفاق في سبيل الله وإعانة المحتاج والمحروم وبعدين يروح ذاكر الربا ويبين من الربا ده ملعون وملعون من يستعمله. فكأن الآيات تقول الإنسانية الرفيعة والحياة الحقة الكريمة والأخوة الرحيمة أن تعطي من يحتاج وأن تساعده بكافة أنواع المساعدات إما بالزكاة وإما بالنفقة وإما بالقرض الحسن. أما أن تستغل أخاك عن طريق الربا فهذه لعنة سببها دفع القلوب وحقية النفوس. تعالى الله يقول في سورة الروم وما آتيتم من ربا ليرضي في أموال الناس فلا يرقي عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. شوف التقابل. يقول
إذا تعاملتم بالربا ليربو في أموالكم فهو يربو في أموالكم، لكنه منحوق عند الله، وإذا محق عند الله فأنتم بأموالكم لا تساوون شيئا. أما لو أخرجتم الزكاة فإن الله تعالى يرضيها، يزيد أموالكم، بحيث إن نصف التمر إذا أخرجته صدقة جاءك يوم القيامة ثقيل الوزن كأنه جبل، فوضع في ميزان حسناته. فشوف التقابل، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، يعني الذين يضاعف الله لهم الثواب ويضاعف الله لهم المال، لأن بذلك تعالى الله تعالى قال في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فاتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. بعدها شوف قد إيه باب حولنا، يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والمغفرة أسبابها إيه؟ إنك تيسر على أخيك والسمح والتهم وتعبه. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون يا رب؟ الفس الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون يعني في سبيل الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس إلى آخره. يبقى بدلا من انسان مستغل للانسان الى انسان يقدم المعونه للانسان. تعالى في سوره البقره ذكر 14 آية في النفقه في سبيل الله، وفي اداب الصدقه، وفي الأشياء التي تبطل ثواب الصدقة. وفي وسط الآيات قال الله: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أول هذه الآيات مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تبقى السبقة تطلع بكام؟ 7 سنابل كل واحدة فيها 100 تطلع بكام؟ 700 بكام؟ ب700 يا فندم. الحسنة ب700 في السبقة. نسية الآيات آخر آية فيها: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعدها على طول في بعد ال 14 آية عرفت بدأ بإيه وختم بإيه. بعدها يقول تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال: شوف الزكاة بيقول لنا فيها إيه، وهنا هيقول إيه: يمحق الله الربا ويرضي الصدقة. يمحق الله الربا ويرضي ويزيد الصدقة، إلى أن قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم نفس طريق فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سبع على كل أيام سبع. يبقى هنا إذن عرفنا الخط السليم، وأن الكنز أصلا يتنافى مع الصرف، وأن الكنز ضرر بالمجتمع،
وأن المراد من الذهب والفضة من وجودهما إقامة العمران ونفع الخلائق. وإذا استعملت الأموال في إقامة العمارات بدل ما تصبح السفة اللي كانت بثلاثين دينار تبقى بستين دينار، وعمة الصحراء كالسال يدري هيشتري يا جدع صفة أرض ليه عشان يخرب بيت المسلمين، ده السفة صارت بمية دينار اللي ثلاث قدر. يلا يا جدع وانت يا أخينا ابني، وانت يا أخينا ابني، والسفة اللي تفضى تعالى كانت بكام؟ بثلاثين. أنا ما كسبتهاش إلا بستين، لكن أعطانا والله العظيم والله العظيم والله العظيم ثلاث أمان بالله العظيم. أنا معاكي مزدت 100% بالعكس دي العشرين المية اللي جابتها الدولة، الخضار لوحده كلها، الصابون خلص عليها، السكر دوبها. قال لك أنا ماليش دخل، أنا حر. والله ما أنت حر، إنما أنت ظالم جبار. مين قال لك إنك حر؟ تظلم الناس وتعيشها في البؤس وتقول انك حر. يا ناس الرحمن يرحمهم الرحمن، اللي رحم القصة اللي رحمت الكلب وهي زانية دخلت الجنة، اللي مش عارفين نرحم بعض. يبقى اذن هذا القط هو القط السليم، وان عملية الكلب ضد الانسانية ضد الرحمة ضد العقيدة مجرد الامه، لان الغرض من منع الكنز ان المال الشعب يستفيد بانفاق المال فيما يعود على الشعب بالفائده. كل الاغنياء طلعوا اموالهم ليستثمروها حتى يستفيد بها الشعب، وهنا هترخص الحاجات ويكثر عرض السلع، الناس تجد كل طلباتها، ومن يقف في أزمة ومن يتحكم في الإنسان في الإنسان بهذا الشكل وأستثر في هذا القدر كفاية. وشكرا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه. نسأل بقول الحديث اسم سيطة فإن كمان يقوم الموسيقى فإن كمان مجدين به أحد الموسيقى فإن كمان مفارقة إلى آخر. هل هذا الحديث صحيح؟ نعم صحيح. هل يجوز قراءة القرآن بدون استقبال القبلة؟ يجوز. هل الحديث المذكور في صلاة التسابيح صحيح ام بعيد؟ بعيد. هل الكلمة قرص للوضوء؟ لا لا تبطل. لماذا يطوف الناس حول الكعبة؟ لأن الله أمرهم أن يطوفوا. الحيوان المرهون إذا أكله الراهن كيف يكون حسابه؟ اللي بيأكله صحبه، الأكل على حساب صحبه هو اللي بيأكله. العمل الساق يكسر سيئات المسلم إذا صبر عليه أن لا يكسر بكسر من سيئات. اشترى سيارة بالتخصيص بدون فوائد، لكن السيارة كانت تلعب اسم الشركة يعني من تخلص إلى اسم. طبعا بيبقى العقد ده باطل. أنا بقول لك على الموضوع ده، يعني لما بتروح تشتري سيارة بالتخصيص بيعمل لك ايه؟ أولا هو بياخد فوائد على التخصيص وده اللي ماشي، ما افتكرش ما فيش غير شركتين، شركة فولفو هي اللي ما بتاخد تخصيص، ما افتكرش فوائد، لكن برضه بتكتب باسم الشركة. وأظن اللي بتبيع سيارة فيات ممكن تاخد بدون فوائد لمدة ست أشهر، ما زاد عن كده بتعمل عليك بفوائد. المهم ان الشركة بتكتب السيارة باسمها، فلا يسمى عقد بيع ولا يسمى ايجارة ولا يسمى رهن ولا يسمى اي شيء ابدا. امال ايه ده؟ ايه يبقى غلط، وده يجب تصحيح، لان المسألة فيها ما خدتش اي صورة من الصور السليمة. نحن يجب نفهم العملية دي، كنا قلنا كلام في الموضوع عشان نقدر نصححه. ما عرفش الأكل بيقول دلوقتي أنا سجلت الأكل أعمل إيه؟ قال خلاص هم هيكتبوا لك الطيارة باسمك بقى وألف مبروك. واحد بيقول أنا صلي أنا كنت في البنك الوطني لما سمعت المحاضرة أمس أنا رحت سحبت المكتوب علشان يعني الغيبة اللي فيها. البنك قال لي أنت راجل مدين، لأن أنا أخذ خزانة، بقول استأجرت خزانة، أو استأجر خزانة هو إيه؟ استأجرت خزانة في البنك ووضعت البنك
وضعت المبلغ فيه. الموظف قال له انت مجنون وغلطان، انت ليس على حق. قلت له هكذا سيد حسن جدا. فينا كذا وربنا حرم الربا. هو سيدك حسن ما بجاكل الموضوع تعدى منك الله يقطعك وقف سيدك حسن. يبدي أرض ربي ما الحكم؟ الحكم الله يكرمك في درسلك اللي انت عملت صح. واحد بيقول انا موظف في وزارة الدولة ومسكت على عمل متعهد، وفي يوم من الايام المتعهد يقدمني جرس وانفرط، وجدت في الجرس 100 دينار، فانا رحت رجعت ال 100 دينار. يدعوه الطلع وقلت للراجل انا راجل بصلي واصوم وحجيت بيت الله الحرام. قال لك اذكر لان ال 100 دينار انت فهمت انها رشوة، وما دمت فهمت انها رشوة تبقى لا تحل لك يبقى حرام. ما معنى العزل وما حكمة الاسلام؟ حكمة الاسلام اجازه اكثر العلماء، والعزل معناه ان الرجل اللي هو الانسان بيخلق من ايه؟ من الحيوان المنوي، من الحيوان المنوي. فالعزل معناه ان المني كله ينصب بره، وبناء عليه ان فيه حيوانات هتدخل الرحم ويبقى مش حياه المراه مش هتولد مش هتجيب اولاد. طبعا دلوقتي حبوب منع الحمل قامت بالدور ده، فمحدش بقى محتاج للعزل. اذا بعت اي قطعه ذهب للسائر واريد ان اشتري ذهب من نوع اخر من نفس السائر او غيره، واكيد ان بيعه لي سيكون اعلى من تسليمي لقطعتي، فهل هذا ربا؟ لا، انا قلت لك بيع قطعتك واستلم ثمنها، وبعد ما تستلم ثمنها قول لي عايز اشتري ده انا دلوقتي قطعة اخرى، وبعد ما تشتريها ان كانت بزيادة اقل بتاع الثمن الثلاثة، تبقى دي بيعة ودي بيعة، دي فاصلت بيد الثمن. وما يبقاش ربا ده. رجل تاب توبة سابقة بعد سن البلوغ بمدة طويلة اصبح يصلي ويصوم ويؤدي الواجبات الكاملة، هل علي قضاء مفات من صلاة وصيام؟ أيا سيدي، وده رأي أكثر العلماء بالنسبة للصلاة، رأي القضاء الأربعة. في رأي ابن حزم يتاهى فيه ابن السيكاني وبيرجحه ابن القيم، ويكاد يكون رأيا لابن تيمية إن اللي كان تارك الصلاة وكاد لا يعيد الصلاة، ودون لأن رأيهم إن تارك الصلاة أصلا كان فاكر في نظرهم، فعلى هذا لا يعيد الصلاة. أما الصيام فعليك أنك تعيده كله ما استطعت، وتطلع كفارة الفطر العمد كمان، كفارة الإفطار العمد. يبقى أنت عليك الاثنين دول يا محترم بدون ما تزعل. أنا فتت الفطر صلاة الصبح وأحيانا بصلي بعد الشمس. أنا عايز رأيكم ان علما انني لا اسهر كثيرا. اما ليه بتقول ما جرح انت ما دام ما بتسهرش كثير؟ اذا كنت ما بتسهرش كثير وما عندكش ماده وصحيح يا ولد، انت كده تبعتك ميام لغايه ما تطلع الشمس، اذا خلي حد صحيح ما حدش صحيح كده انا عذور. انت بقى ما عليكش حاجه، المهم تعمل اللي عليك اولا، يعني ما تسهرش كثير وتحاول تقوم. وان يمكن تشتري لك منبه صحيح او تكلف واحد يبقى يدق عليك الباب. اذا انت عملت اللي عليك وبعدين ما صحبتش تبقى معذور. بعدين الحراس المهمة بقى. واحد يدير معظم اموال الشركات والمؤسسات الخاصة، يضعون اموالهم في البنوك ويأخذون على ذلك ارباحا على تلك الاموال، وبناء على ذلك يعتبر موظف الشركات والمؤسسات الخاصة يتعاملون الربا كما هو الحال في موظفي البنوك. أرجو توضيح ذلك. وهل موظف البنك المركزي أيضا يتعاملون بالربا؟ وموظف البنك المركزي اللي أنا أعرفه إنه هم بيصرفوا على البنوك، يعني بيصرفوا على المؤسسات الربوية. هم صحيح هم مالهمش دخل بالتعاملات، إنما عملية إسراف. فافرض ان في جماعه
مرابين في البلد حوالي 20-30 واحد، وفي واحد بنظم لهم العملية سواء من الناحية المالية أو الوظيفية أو غيرها. هل هذا اللي بنظم إذا كان الكاتب ملعون والكاتب ملعون يبقى المنظم إيه؟ واحد راح جاب فرقة